اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده سفره سمك، سمك بالصلصه والبصل والثوم. سمك حلو قوي مقرمش، وكمان هنعمل له صلصه يتقدم كده حلو مع رز سمك وسلطه، وكمان طحينه تكون وجبه حلوه قوي بعد اي مدرسه بقى ويوم شغل وتعب وكده، تكون الوصفه دي وصفه كامله كده ومغذيه وحلوه. هبتدي معاكم اعمل السمك فيليه بالصلصه. هقول المقادير بتاعته، عندي نص كيلو سمك، يا وقار يا قشر بياض. انا بحب القشر بياض وفي ناس بتحب الوقار، الاثنين ينفعوا في الوصفه دي. دول الاسماك اللي تفضل ان انتوا تجيبوها. وعندي تتبيله السمك، ليمون، ملح، شطه، كمون، كاري، توم بودره، مش عايزه توم فريش عشان ما يحرقش في التحمير. التغطيه عندي دقيق نشا، توم بودره، ملح، فلفل ابيض. الصلصه هستخدم لها توم فريش، معلقه صغيره سكر، بصل شرايح، خل، عصير طماطم طازه، 2 معلقه كبيره طماطم معلبه. هقدم ده مع رز السمك اللي هو بالبصل. نلبس بقى الجلوفز ونعمل وصفه سمك حلوه قوي. الوصفه دي بابايا بيحبها قوي، دايما لما بنبقى عاملين سمك فيليه مثلا ويتبقى تاني يوم بالتتبيله، ماما تعمله عليه دقيق وتحمره وتعمل معاه الصلصه دي على جنب وتحطها اتنين على بعض وتقدمه كانها وصفه جديده. فلو في يوم عاملين سمك متحمر وعندنا متبل ممكن نستخدمه تاني يوم كانه وصفه جديده خالص، يبقى يوم مقلي ويوم تاني عليه الصلصه وبنفس المقادير. هعمل ايه دلوقتي؟ هتبل السمك، ومفروض ان انا اسيبه في التتبيله شويه قبل لما اعمل له طبقه التغطيه. عندي ملح وعندي ليمون اكيد عشان السمك لازم ليمون عشان الزفاره. عندي فلفل ابيض وكمون وكاري، حاجه بسيطه قوي من الكاري بس تعمل لي لون جوه، لكن ما تبقاش كتير يعني مش عايزين نكتر منه، حاجه بسيطه قوي. توم بودره مهم جدا علشان مش عايزين التوم الفريش يحروق معانا السمك وهو بيتقلي. هقلب المقادير دي كلها. يبقى انا حطيت كمون، شطه، ملح، توم بودره، رشة كاري، فلفل ابيض او فلفل اسود، لو في اطفال نشيل الفلفل الابيض والفلفل الاسود ونشيل الشطه، وكمون وليمون. لو حد عايز يستبدل المقادير دي كلها، في اكياس دلوقتي بتبقى مكتوب عليها تتبيله السمك لو مستعجلين او مش عايزين تقعدوا تعملوا كل البهارات دي، او لو تجيبوا بيبقى السماك عنده تتبيله جاهزه تتبلوا بيها، بس انا بنصحش بيها في المقلي علشان بيبقى فيها توم فريش، تيجوا تحمروا تلاقوا التوم عمل معاكم حروقه كده على وش السمك. بغسل السمك بتاعي بايه؟ بملح وخل كويس قوي، وبعد لما بسيبه فيها 10 دقايق ربع ساعه بشطفه كويس قوي واسيبه يصفي ميته كويس قوي، وانشفه قبل ما يتبل، لازم يبقى كده احطه كده ما ينزلش اي ميه عشان ما ينزليش في التتبيله بتاعتي ميه زفره يبوظ التتبيله كلها. بتبله كده في التتبيله بيبقى ده لونه، لون حلو قوي، التتبيله لونها جميل جدا. لما باجي بقى اغطيه واجي احمره بيبقى اللون جوه حلو جدا. المفروض ان انا بسيبه في التتبيله دي ربع ساعه على الاقل، ربع ساعه كده احنا تبلنا السمك. هقول تاني حطينا ايه؟ ليمون، شطه، كمون، ملح، توم بودره، فلفل ابيض، توم بودره، وشطه. بس تتبيله بسيطه وسهله جدا. هطلع فاصل اجيب الزيت وطبقه التغطيه وحاجات الصلصه وارجع لكم على طول، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل، ودلوقتي بقى هبتدي اغطي السمك. هعمل ايه؟ طبقه التغطيه عندي دقيق وعندي شويه نشا صغيرين حوالي معلقتين، وعندي فلفل ابيض عليهم نص معلقه ملح. انا ببهر الدقيق بتاعي، وممكن اضيف له توم بودره لو بتحبوا طعم البودره بتاعه التوم في طبقه التغطيه. بجيب السمك اللي انا تبلته وبجيب ميه وابتدي اغطيه. اشيل ده كده حاجات الصلصه. عندي دلوقتي السمك هنعتبر ان هو ارتاح ربع ساعة مثلا،
اول حاجه بعملها بحطه في الدقيق كده، بعفره بالدقيق كويس جدا من كل الجناب، بغطيه كويس جدا جدا. بعد لما بغطيه بغطسه في ميه ثانيه عشان يعمل لي كلكعه كرانشي، يعمل لي طبقه كرانشي، وارجع اغطيه تاني. الثانيه بتاعت الميه دي هي ثانيه ثانيه بالظبط، ما بنقعدش كده نغرقه ميه، هي ثانيه بينزل ويطلع في ثانيه. هعملها تاني قدامكم، ولون التتبيله هايل جدا اهو. بغطيه بالدقيق اللي عليه نشا، والنشا بتخليه يعمل كرانشي حلو جدا جدا من غير بيض وبقسماط. في ناس بتعمل الوصفه دي ببيض وبقسماط، بس انا بحس البيض مع السمك مش احلى حاجه، احسن الدقيق. ثانيه واحده، زي ما انتوا شايفين اول لما بينزل من الميه على الدقيق بيعمل لي طبقات باينه من قبل التحمير ان هي كرانشي، بيعمل لي كلكعه. الكلكعه دي لما بتتحمر بتبقى حلوه قوي، بتعمل طبقه خارجيه مقرمشه بتكون ظريفه جدا جدا. هشيل بقى كل الحاجات دي ونبتدي نعمل الصلصه بقى، ونشم ريحه الثوم مع بعض.